السلام عليكم، ازيكم؟ برحب بكم اصدقائي المتابعين. فيديو جديد وتفاصيل جديده هكلم حضراتكم النهارده على تغيير سلك التقويم. كتير من الناس كانت بتستغرب موضوع تغيير سلك التقويم، وهل ضروري نحط الوان ولا احنا مش هينفع نحط الوان؟ كمان مع تقويم الديمون او التقويم ذاتي الغلق، هل بيكون ضروري ان احنا نستخدم الالوان ولا احنا بنركب سلك التقويم ازاي؟ تفاصيل كتير هقولها لكم النهارده، بس قبل ما نروح للفيديو بتاعنا يا ريت تعملوا لايك سبسكرايب في القناه، نتاكد ان احنا عاملين تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد، وكمان لا تنسوش تعملوا شير للفيديو مع أصدقائكم علشان تعم الفائدة. ويلا نشوف مع بعض احنا بنعمل ايه اول ما الحالة بتشرفنا. اول حاجة احنا بنعمل تشيك على الحالة والصحة العامة بشكل عام الاول، وبنرحب بالحالة، ثم بنبدأ نبص على حالة الاسنان. بنبدأ نشوف الاول حالة النظافة العامة اخبارها ايه، هل في ترسبات جيرية، هل الحالة بتهتم بالهيجين ولا لا، ونبدأ ننصح الحالة ان هي ضروري جدا تهتم بنظافة الفم والاسنان اثناء التقويم، وده بيتم ريجولارلي في كل جلسة، احنا بنعمل ده بانتظام لكل الحالات. ثم بنبدأ نفحص هل في اي شكاوى، هل كان في اي مشاكل، هل في مثلا سلك فلت من مكانه، هل في اي حاجه من البريسز في الحاله كسرتها او عملت اي مشكله. نبدا نعمل تشيك بشكل عام، ثم بنبدا نشيل سلك التقويم. هنشيله ازاي؟ احنا حالتنا النهارده احنا كنا مركبين لها تقويم ذاتي الغلق شفاف، او ان احنا بيقال عليه تقويم الديمون الشفاف، وغيرها كثير من المسميات اللي احنا بنعمله في البدايه بعد فحص الحاله. بنبدا نفتح ابواب البريسز، ابواب فصوص التقويم دي بنبدا نفتحها بمفتاح مخصص ليها زي ما حضراتكم شايفين، ده كي مخصوص للسيلف لايجيتنج الشفافه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ولو تاخدوا بالكم في الحاله دي احنا حاطين سوسته، دي بتوسع لنا المكان وبتحافظ لنا على المكان، لان الحاله دي فيها ناب مدفون او مطمور، وبنبدا ان احنا نحضر المكان عشان نبدا نطلع الناب ده فيما بعد، وهقول لكم احنا تعاملنا ازاي معاه دلوقتي. دلوقتي بعد ما احنا فتحنا الابواب بنبدا نشيل سلك التقويم جنتلي بالراحه خالص علشان ما يسببش اي خدش او جرح بالنسبه للحاله، وبنفحص الميكانيزم اللي احنا عاملينه عشان نسحب الناب. بالفعل بعد ما كان مشدود الجلسه اللي فاتت بدا يرخي شويه، فده معناه ان الناب بيتحرك معانا، اوكي، ودي حاجه ساين ايجابيه جدا. بنروح على اسنان الفك العلوي وبنبدا نفتح الابواب جنتلي برفق وبالراحه خالص، والموضوع بيبقى بينلس، مفيش اي الم فيه ومفيش داعي للقلق. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا بنفتح الابواب بتاعت البريسز الشفافه، اوكي، فدلوقتي احنا بنفتح الابواب، هوري لحضراتكم ازاي دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين بنفتح الابواب برفق، الموضوع بيتم في منتهى البساطه. عايز اقول لكم ان جلسه التقويم دي ممكن اوفرول ما تاخد لها تاخد 10 دقائق لربع ساعه بالكثير، بسبب ان الديمون بريسز دي مش بتاخد معاها وقت كتير، لا اثناء الزياره ولا حتى بشكل عام في العلاج. يعني عايز اقول لكم ان تقريبا بنوفر تلت مده العلاج لما احنا بنعمل التقويم ذاتي الغلق او تقويم الديمون. ثم بعد ما فتحنا الابواب نبدا ان احنا نشيل سلك التقويم، نتاكد كمان ان مفيش اي بقايا من الطعام موجوده، مفيش اي ترسبات جيريه. بنبدا نعمل واشنج للبريسز كلها، نتاكد ان البريسز نظيفه. كان جات لنا اسئله قبل كده ان احنا هل ضروري ان احنا نعمل تنظيف للجير؟ لا، احنا بس بنعمل تشيك ان الحاله العامه للاسنان كويسه، لو في اي ترسبات جيريه ممكن ننظفها بشكل دوري كل 3 شهور، لكن الافضل ان احنا الحاله ان هي تهتم بنظافه الفم والاسنان، لان عايز اقول لكم ان بقايا الطعام والترسبات الجيريه دي ممكن تعطلنا جدا في العلاج، وده ممكن يخلينا ناخد وقت اكتر. النقطه دي مهمه نركز مع بعض فيها. فلما البريسز بتكون نظيفه ده معناه ان الاسنان هتتحرك احسن، وهتتحرك كمان حركه هيلثي صحيه، مفيش فيها اي التهابات ومفيش فيها اي مشاكل. مع الفحص هنا لقينا ان في احد البريسز احنا ما كناش ركبناها المره اللي فاتت، فاحنا كنا اجلناها للمره دي، وكمان كان في ضرس في الفك العلوي احنا ما ركبناش عليه لان كان عليه كلاون واحنا ما كناش محتاجين نركب عليه في الجلسه دي. زي ما قلت لكم احنا عاملين ميكانيزم مخصوص علشان نبدا نخرج الناب اللي مدفون في الفك السفلي ومحافظين على السبيس بتاعه. ده الكلاون اللي قلت لحضراتكم عليه من شويه، واحنا اجلنا التركيب عليه لان ما كانش فيه داعي لده زي ما قلت لحضراتكم، لكن كان ضروري الفحص وضروري ان احنا نتشك ان مفيش اي بقايا من الاكل، مفيش اي ترسبات جيريه قبل ما نبدا نركب السلك الجديد. وهحط لحضراتكم الفيديو اللي احنا ركبنا فيه السلك الجديد، وهنتظر كمان رايكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب في القناه، ولو ليكم اي اسئله او موضوعات تحبوا نتكلم عنها سيبولي في الكومنتات وانا بتابعها كلها، وان شاء الله دايما اشوفكم على خير حال. كان معاكم دكتور اسلام نبيل، باي باي، اشوفكم على خير.